مشاركة دولة الإمارات في جناح دولة الإمارات في معرض الدفاع الدولي في الرياض هي مشاركة نوعية، حيث أن تم مشاركة أكثر من 13 شركة محلية من الشركات الحكومية على رأسها شركة إج، وكذلك عدة شركات محلية من القطاع الخاص. فمن خلال المشاركة حرصنا على نوعية المشاركة، حيث أن يتمثل جناح الإمارات من عدة أقسام، يوجد فيها الآليات المدرعة، طيارة من غير طيار، وكذلك أنظمة حديثة في متعلقة بالأنظمة البحرية والتدريع كذلك. هذا المعرض يعتبر الأول من نوعه، ولكن لاقى زخم كبير ومشاركة نوعية من شركات الدفاعية العالمية، مما أكد على أهمية هذه المشاركة. وبالنسبة لنا نحن كدولة الإمارات العربية المتحدة حرصنا على المشاركة لتأكيد على الروابط وأسر الروابط بيننا وبين المملكة العربية السعودية، وكذلك ترويج لمنتجاتنا الإماراتية داخل الدولة وخارج الدولة. ومن خلال الأيام الماضية تم توقيع بعض العقود والاتفاقيات، أهمها آلية جيس مع شركة سامي، وهذه طبعا شراكة تعتبر جدا هامة لجهد كبير في وقت قصير تم إنجاز هذه المهمة، وكذلك إن شاء الله نطلع إلى نتائج كبيرة في المستقبل القريب بإذن الله.